الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. هذه قاعدة كبرى عندنا وهي قاعدة الموفية للثلاثين، لا تصح العبادات والمعاملات إلا بتوفر شروطها وانتفاء موانعها. نحن الآن سنبدأ في قواعد ماذا؟ الحكم الوضعي، الشروط والأسباب والموانع. انتهينا من قواعد الواجب، قواعد المحرم، قواعد المندوب، قواعد المكروه، قواعد الإباحة. إيش؟ بتجي، ستأتي بعدين، ستأتي بعدين إن شاء الله بإذن الله في ثنايا الكليات العامة، في ثنايا الكليات العامة. كل عبادة فإن صحتها معلقة بشيئين: أن تتوفر شروطها وأن تنتفي موانعها. أن تتوفر شروطها وأن تنتفي موانعها. فالصلاة لها شروط وموانع، فلا تصح الصلاة إلا بتوفر شروطها وانتفاء موانعها. فلو اختل شرط من شروط صحة الصلاة أو وجد مانع فيها فإنها لا تصح، كمن صلى بلا طهارة أو بلا سترة أو بلا استقبال القبلة مع علمه بعين جهتها وقدرته على استقبالها. وهكذا في المعاملات أيضا، البيع لا يصح إلا بتوفر شروطه وانتفاء موانعه، الوكالة لا تصح إلا بتوفر شروطها وانتفاء موانعها، الحوالة لا تصح إلا بتوفر شروطها وانتفاء موانعها، الإجارة لا تصح إلا بتوفر شروطها وانتفاء موانعها، النكاح لا يصح إلا بتوفر شروطه وانتفاء موانعه. فإذا يدخل تحت هذه القاعدة أشياء كثيرة. فجميع العبادات لا تصح إلا إذا توفر شرطها وانتفى مانعها، وكذلك المعاملات أيضا لا تصح إلا إذا توفر شرطها وانتفى موانعها.